أقيم بالمجلس القومي للشباب لقاء صحفي للمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس، وذلك لعرض خطة تطوير المجلس القادمة. النهاردة عندنا ملتقى توظيف في محافظة القليوبية إن شاء الله يوم 27 و28 يناير عندنا في محافظة الإسكندرية. إحنا عاملين هنا عندنا في مسرح الشباب لثلاث محافظات القليوبية والجيزة والقاهرة في مسرح الشباب هنا تقريبا ثلاث مرات في الأسبوع، بنجيب شركات الأمن وبنجيب الشباب عشان الشباب يعني يتعامل شخصيا معهم على طول، واللي بينجح فيهم في الاختبار الشخصي بياخدوه يشتغل في نفس اليوم. فإحنا بنناشد كمان السادة المحافظين في جميع الجمهورية اللي مستعد يعمل ملتقى توظيف، احنا هنجيب الشركات لغاية عنده وهنقعد الشركات تستقبل الشباب بحيث انها توظف الشباب في نفس اليوم بإذن الله. احنا في مرحلة طبعا محتاجين نعرف ايه الدستور اللي هيحصل فيه، مين رئيسنا القادم، وازاي الشباب وازاي الناس تختاره. داخلين على انتخابات مجلس شورى، داخلين على تنمية في سيناء ازاي هتتم، داخلين على مشروعات كبيرة جدا قومية. فاحنا محتاجين نقعد مع يعني شخصيات مختلفة جدا سواء على المجال الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي لتوعية النشء والشباب. قضية من القضايا الكبرى اللي بيعاني منها الشباب هي قضية الإدمان وقضية التدخين. هناك بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للشباب وبين صندوق مكافحة الإدمان في كيف نواجه هذه الظاهرة، من خلال التوعية، من خلال معسكرات الشباب، من خلال دورات تدريبية للشباب. هذا أيضا سيساعد الشباب أن يكون واعي، نستطيع أن يواجه تحديات المستقبل في هذه القضية. هناك أيضا عديد من الأنشطة الثقافية والفنية هتكون موجودة خلال نصف العام، في أجازة نصف العام، وإحنا مقبلين عليها إن شاء الله. طرح بالمؤتمر عدة قضايا منها الإدمان، البطالة، وتطوير مراكز الشباب، ونأمل أن تفعل هذه الخطط. إنجي خالد، نهارك سعيد.